السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم وليمة مع حليمه. شيوتنا اليوم غتكون مالحه سهله وسريعه في التحضير ديالها، موفين بالخضار او ميني كيك بالخضار، كيجي ولداد بزاف وكيستحقوا تجربه. بقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نحضروهم. غنحتاجوا في المكونات ديالهم 3 ديال البيضات، 2 علب من الياغورت الطبيعي، 50 غرام من الفرماج الاحمر محكوك، كاس ديال الدقيق، خليط ديال البصله والفلفله اللي كنشحروهم مع زيت الزيتون، ملحه وبزار بهذا الشكل، يعني حتى كيطيحوا ويتحمروا مزيان. عندنا خضر اللي هي مسلوقه، بطاطا، خيزو، جلبان، علبه من الطون مطيشه ماشي الطون ديال الزيت. غنحتاجوا 2 خمارات، شويه البزار، معلقه كبيره ديال الكيتشوب، صلصه حاره على حسب الذوق، اعشاب منسمه وملح. نخليكم مع لائحة المقادير وندوزو مباشرة لطريقة التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقة في مواقع التواصل الاجتماعي. في بول او في عجانة او في ميكسور اللي بغيتو، غنخلطو 3 ديال البيضات مع الملح، ضروري يكون شوية زايد لان يعني عندنا الوصفة مالحة. غادي ناخدو البزار، كيتشوب، معلقة كبيرة، القليل من الصلصة الحارة اللي كتبقى على حسب الذوق. غادي نزيدو الأعشاب المنسمة ونخلطو. كنزيد الياغورت الطبيعي 2 علب، كل علبة فيها 110 غرام، وغنستمر كنخلط. نزيدو الدقيق كاس، الخليط ديال البصله والفلفله مشحرين، طون بالزيت ديالو، الا ما بغيتوش ديروا الزيت غتعوضوا بربع كاس ديال الزيت النباتيه او زيت الزيتون. غنزيدوا الفرماج محكوك واحد 50 غرام تقريبا، الخماره ما نساوهاش نديروها مع الدقيق من الاحسن، وحنا كنخلطوا بالطراب اليدوي. غيبقى لينا غير الخضار، غنزيدوهم في الاخير، طاطا، الشلبانه وخيز. غادي نخلطوا كلشي وغتكون عندنا العجين ديالنا جاهز مباشره. غادي نعمروه في القوالب الخاصه ديال الكب كيك اولا ديال الموفين. صافي كناخذوا مول بحال هذا الشكل وكنديروا فيه القوالب الخاصه بالكب كيك. صافي غادي نعمروهم، هادو اللي كيكونوا واقفين يعني كرتوني واقفين هكا راه ممكن ما نستعملوش هاد المول ديال الكب كيك. صافي ملي كنعمروا الاكياس الورقيه ديالنا كاملين بهذا الشكل كنخليو المجال فين يتنفخوا، ومن الاحسن نخليهم واحد 30 دقيقه في الثلاجه، كيبردوا كيزيد الدقيق يتشرب كيشدوا راسهم. ملي كندخلوهم الفران واخا كيتنفخوا ما كيعاودوش يهبطوا من الجوانب. دابا غندخلوهم الثلاجه كيف قلت ونرجعوا ندخلوهم من الفران يطيبوا. بعد ما كنخليوهم يرتاحوا 30 دقيقه في الثلاجه كنشعلوا الفران يسخن على 180 درجه من الفوق ومن التحت او من التحت فقط مده 25 دقيقه، كيكونوا واجدين تحمروا ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. الشكل النهائي للوصفة اليوم هو هذا، موفين غني بالخضار، لذيذ، سهل في التحضير، وكنصحكم باش تجربوه. شكرا لكم دائما على المتابعة، وما تنساوش تتابعوا برنامجكم وليمة مع حليمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء.